السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. اليوم عندنا واحد الحلقة جديدة، غادي ندويو على غادي نديرو زبدة الفول السوداني، يعني كاوكاو. وعندي اللوز كاراميليزي بالصابلي، وعندي اللوز مكاراميليزي غير بالسكر. عندي هنا كما تشوفوا شوية ديال الزبدة، عندي العسل هنا، انا عندي عسل حر، وعندي زيت أرغان. دابا هادو هما المقادير اللي غادي نخدم بهم. غادي نسبقو هو الاول الكاوكاو، زبده الفول السوداني. انا عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو، تقدو تخدمو بالبلدي ولا بالرومي. غادي نطحنو هنايا في تيرموميكس. اللي ما عندوش تيرموميكس يشوف شي ماكينه اللي تطحن مزيان، حيت انا غادي نحاول نطحنو تنخرج منه الزيت ديالو. ما غنضطرش نزيد ليه الدهنيات بزاف، يبقى غير في الدهنيات ديالو. انا رميت هنايا الفول السوداني هنا في الثيرموميكس، حتى ديك اندو طغوا وداكشي راه غيطحنوا، غير هما ديروا شويه بشويه. انا هنا كيلو درتو في خطره وحده، هنا ما غندير لا سكر لا والو، غادي نطحنوا. غادي ندير تيغبو يطحن ليا مزيان حتى يولي طلق الزيت، بحال الشكل اللي تنديروا في السلو الا درنا اللوز ولا الا درنا البغاليني، يعني غادي يعطيني زيتو. هذيك ديك الساعه نطر بغيت نزيد لي شويه ديال الزبده، نزيدها لي ما بغيتش، غادي نزيد لي غير العسل الحر باش يكون حلو. هنا تيبقى لكم الاختيار. انا دابا غادي ندير تيغبو اولا 10. بعد ما مرات جوج دقائق على الطحين تقريبا، راه جوج دقائق اللي داليا طحن، عاود طحنتو، زدت ليه شويه ديال العسل، ها هو هانتوما تتشوفوا كي جا. دابا هنايا غادي نطرو، يعني ولا من دامج، ها الى مسيتو. ها دابا هنايا نقدو نزيدو ليه شويه ديال الزبده، لان هاد كاوكاو ما فيهش ليدام بزاف على حسب كاوكاو، حيت كاين كاوكاو اللي تيكون فيه ليدام بحال اللوز، تقدي كاع طري ما تزيدي ليه والو. هذا غادي نضطرو نزيدو ليه واحد شويه ديال الزبده. الزبده حسن، اللي عنده زيت أرغان يزيدو، اللي ما بغاش يزيد الزبده. تا الزيت الروميه شويه مع الدهين تجي شي شويه، اللهم الزبده والعسل اولا سكر كلاصي. دابا هنا انا العسل درتو اللي انا تندير زعما ليا، انا تندير العسل. اللي ما باغيش يدير العسل يقدر يدير غير سكر كلاصي ويدير سميتو الزبده. المهم هنا الزبده ضروري. هذا هو، انا غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الزبده ونعاود نطحنو ونتلاقاو. النتيجه هي هذه، ها هي مزيان. هنايا تتقدو هاد الكميه كامله ما تقدوش تزيدو فيها الزبده في خطره وحده، تقدو تاخذوا قياس بقياس حتى يكمل وتزيدوا الزبده. المهم هذا هو زبده الفول السوداني. هنا راه تصلح للدهن ديال الخبز، تصلح للحلوى، تصلح لاي حاجه. دابا غادي نخوي هذا ديال الثيرموميكس لو بول ونمشيو نطحنوا البراليني. بالنسبه ليا كاع ما غسلت لو بول، المهم اللوز ديالي هو هذا. الطريقه ديال تكاراميليزا راه نازله عندي في القناه، غادي تدخلوا ليها. القياس ديال السكر والقياس ديال سميتو. هنا انا درت ليه هاد البسكوي، شفتوا اللون ديالو كي داير، كاين بسكوي ابيض وكاين هذا كحل وكاين هذا احمر. انا درت هذا احمر، غادي نلوحو حتى هو في يتطحن ديال تيغبو. اللي ما سميتو يهرمشو عادي يديرو، حيت داك السكر تيجي شويه قاصح في الطحين ديالو. انا غنديرو يطحن ونطلق. بالنسبه للوز اللي فيه انغوبي بالصابلي كاراميليزي ومعاه فيه السكر، انا راه ما زدتش السكر، انا برك عليا هذاك الحلاوه اللي ما بغاش يزيد فيه شويه ديال الحلاوه. هنا الا كنتو بغيتو الحلوه غادي تزيدو فيه الزيت عاديه، كنتو بغيتوه الماكله من الاحسن الا عندكم شويه ديال الزيت أرغان او لا زبده. كاين دابا الناس اللي تيديروا زيت العود الا ما كانش ديك الزيت العود حاره، حيت كاين زيت العود اللي تتكون حاره تجي شويه واعره، في شتي اللون كي ديالو كي جا محمر، لان اصلا اللوز كراميليزي ودرته في هذاك الصابلي احمر باش يعطيني هذا اللون. هذه الوصفه نقد نعمر بها شي حلوه
شي حلوه شي بياس مونطي يجي فيها مزيان. هانتوما شتي كيجي اللون ديالو. انا صراحه زدت فيه شويه ديال زيت ارغان كما بغى يكون، يا زيت روميه يا زيت ارغان. انا عندي زيت ارغان، زدت فيه شويه ديال زيت ارغان. على فكره اللي عنده زيت ارغان هانتوما دابا تيبان لكم بيض، انا تنديرو في المجمد، حيت الزيت ارغان الا خليتيه واحد الفتره محطوط تيسنن. دابا باش ملي تنجيبو تنديرو في الكونجيلاتور، ملي تنبغي غير تنخرجو واحد شويه تيطلق، ها هو تيعطيني الزيت ناخذ منه. اما الا خليتوه بقى تيعطي واحد الصنان. دابا غادي نمشي نطحن البراليني اللي هو براليني. هنا راه الطريقه ديال ديروا ليه، اما تتقليوه وديروا الكراميل ديال السكر وتخويو عليه وتخليوه حتى يبرد وتطحنوه بحال هكا، اولا تديروا اللوز وتلوحوا عليه بالسكر كما قلت لكم. راه عندي في مليوح عندي في القناه. انا غادي ندير الروح البول ديالي، غادي نلوح هذا. دابا غيعطيني البراليني اللي تنحتاجو في الحلوه. الا زدنا ليه الزيت ارغان غادي يولي املو في العود من البغاليني. دابا هنايا نقدو نخدمو به الحلوه، نزيد عليه زيت ارغان غيولي بغالين. انا دابا غادي نطحن ونطلق. بالنسبه للوز الاخراني انا درتوه في الماكينه باش تشوفوا، ماشي غير هذا اللي غادي يقد يطحن، يعني حتى هذه اللي ما عندوش ثيرموميكس يدير غير هذه. راه طحناتو، ها نتوما تشوفوا كي جا بغاليني. انا ما جريتوش باش نخدموا الحلوه، حيت اصلا ما بغيتوش املو، انا بغيتو الحلوه. دابا غادي نقدم ندير هادشي في صحن التقديم ونطلق. الحلقه ديالنا ها هي سالات. زبده الفول السوداني ها هي تتشوفوها عن قرب. كما قلت لكم راه خرجت لي واحد الكميه كبيره كيلو. وقت ما بغيتو تناولوها عاد زيدوا الزبده باش ما تقصحش، اولا العسل. هنا راه صالحه للدهن، صالحه للحلوه، لكل شيء. بالنسبه للبغاليني ديال اللوز اللي درتو في السكر وفي الصابلي، الصابلي على فكره راه تيتباعد مول الحلويات. راه وريتو لكم قبيله اللون ديالو شتي كي جا، تيجي زوين في الدهين، وتا واحد المذاق الا درتو في مع الشونتي مع لاكريم في الحلوه. المهم انا هادو غادي تشوفوهم معايا مازال في حلقات اخرين. هذا بالنسبه للبغاليني، درت فيه انا غير الزيت، شويه ديال الزيت روميه، لان باش يطح ليا مزيان، لان بغيتو غير الحلوه. هذا انا ما بغيتوش املو، الا بغيتوه املو من الاحسن اللي ما عنده الزيت ارغان يدير زيت العود، غير كما قلت لكم زيت العود ما تكونش حاره، حيت املو ما تيجيش بالزيت الروميه، ديروه بزيت العود باش يكون صحي اللي ما عندوش ارغان. الفول السوداني راه تيحتاج غير شويه ديال الحلاوه مع الزبده، اللي بغاه صحي يدير عسل الحر مع الزبده. وهذا راه درت ليه شويه ديال طحنته هكاك، يعني ما زدت فيه حتى حاجه تطلق ديك الدهنيه ديالو. بغيتو تزيدو فيه شي حاجه زيدو فيه. المهم هادو هما ثلاثه ديال لي بات ديال الدهن اللي بغاهم، يصلحوا الحلوه يصلحوا لكل شيء. تنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. هاد الوصفه تجربوها، راه مفيده بالنسبه لكم الدراري، ولا حتى لهادشي اللي الا كنتو تتصيبوا هادشي ديال الحلويات في الدار، فيهم واحد المذاق هائل، شي حاجه ديال الدار ماشي ما تتعرفاش تاخذ من برا. ايوا كما تنقول لكم دائما، تشاركوا معنا في القناه، ابوناو، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والسلام عليكم.